أكد سفير مصر في باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو علاء يوسف أن ما شهده منتدى شباب العالم الذي استضافته مدينة شرم الشيخ مطلع الشهر الجاري من مشاركة واسعة من ممثلي الدول المختلفة والمؤسسات الدولية يعد انعكاسا للدور الهام الذي يلعبه المنتدى على الساحة العالمية كمنصة دولية للحوار. جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية أسبوع الصوت الذي يتم تنظيمه سنويا تحت رعاية اليونسكو. هذا وقد وجه السفير علاء يوسف خلال كلمته التحية لفريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس لحصوله هذا العام على جائزة أسبوع الصوت الدولية، مشيدا بالتطور الذي يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة.